اهلا وسهلا بيكم في قناة بوشي كروشي. هنعمل مع بعض النهاردة وحدة وردة، طريقة سهلة وبسيطة. نستخدم خيط رفيع، هنستخدم معايا ابرة مقاس 2، هنعمل الدائرة السحرية، هنرتفع سلسلة، هنعمل جوه الدايرة دي 12 غرزة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. يبقى عملنا الدايرة السحرية، وبعد كده ارتفعنا سلسلة وعملنا جوه الدايرة 12 غرزة حشو. هنقفل الدايرة، هنروح عند أول غرزة حشو عملناها وهنقفل فيها في غرزة منزلقة، هننتقل للسطر التاني وهنرتفع 7 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هنسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعديها وأعمل فيها غرزة منطلقة، تاني هنرتفع 7 سلسلة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهنسيب غرزة وهنروح للغرزة اللي بعديها ونعمل فيها غرزة منطلقة، نرتفع 7 سلسلة، وبنسيب غرزة وبنروح للغرزة اللي بعديها وبنعمل فيها غرزة منطلقة، هنرتفع 7 سلسلة، هنسيب غرزة ونروح للغرزة اللي بعديها ونعمل فيها غرزة منزلقة، ارتفع 7 سلسلة، وهسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها واعمل فيها منزلقة، ارتفع 7 سلسلة كمان، وبنسيب الغرزة وبنروح للغرزة اللي احنا ارتفعنا منها 7 سلسلة أول مرة وبنقفل فيها بمنزلقة، يبقى كده اتكونت معايا 6 بتلات بتاعت الوردة اللي انا هبتدي اشكل فيهم. هشتغل في كل بتلة من جوه، هنا البتلة نفسها هشتغل 2 حشو كده، أول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، بعد كده هعمل 4 غرز نص عمود كده، أول غرزة
كده التانية، كده التالتة، كده 4 غرز نص عمود. هعمل غرزة واحدة عمود بلفة، هبتدي اكرر، هعمل 4 نص عمود، 4 غرز نص عمود، كده 1 2 3 4، وبعد كده هعمل 2 غرزة حشو، يبقى كل بتلة هشتغل فيها 2 غرزة حشو، 4 نص عمود، 1 غرزة عمود، وبعد كده بعمل 4 نص عمود، وبعد كده 2 حشو. هنتقل للبتلة اللي بعديها هشتغل فيها بنفس الطريقة، هعمل فيها 2 غرزة حشو، بعد كده هعمل 4 غرز نص عمود، كده 1 2 3 4، وبعد كده هعمل غرزة عمود بلفة، هرجع اكرر تاني، هعمل 4 غرز نص عمود، 1 2 3 4، بعد كده هعمل 2 غرزة حشو، يكون معانا بالشكل ده كده. هكرر في ال4 بتلات الباقيين نفس الطريقة، ان انا بعمل 2 غرزة حشو، 4 غرز نص عمود، 1 غرزة عمود بلفة، بعد كده بعمل 4 نص عمود، وبعد كده 2 غرزة حشو. هكمل للآخر وهرجع لكم تاني. واشتغلت آخر بتلة نفس الطريقة، هقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو في البتلة الأولانية اللي أنا كنت عملتها، هرتفع سلسلة عشان هقص الخيط. يكون معانا بالشكل ده كده. السلسلة اللي كنا بنسيبها في النص بين كل بتلة اللي هي هنا، لما كنا بنرتفع 7 سلاسل كنا بنسيب سلسلة، هندخل وهنشتغل فيها. هنقلب البتلة على وشها بالشكل ده كده، هندخل جوه السلسلة اللي كنت بسيبها، وهسحب الخيط، هعمل 8 سلسلة، 3 4 5 6 7 8، واروح برضو عند السلسلة اللي في البتل اللي بعديها وهقفل فيها بمنزلقة. شغلنا كله هيكون في السلسلة اللي احنا كنا بنسيبها بين البتلة والتانية. بعد كده هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنروح للسلسلة اللي كنا بنسيبها ونعمل فيها منزلقة تاني، هنرتفع 8 سلسلة، 1 غرزة السلسلة اللي في البتل اللي بعديها هنعمل فيها غرزة منزلقة، هرتفع 8 سلسلة،
واروح عند البطلة واقفل في غرزة السلسلة بمنطلقة، ارتفع 8 سلسلة، واقفل في اخر بطلة في نفس الغرزة اللي ارتفعت منها 8 سلسلة، هعمل فيها منطلقة معايا مزمار بالشكل ده كده. دي التمن سلاسل اللي عملتهم يكونوا معايا. هشتغل في التمن سلاسل اللي ورا، هشتغل في أول سلسلة في أول بتلة زي ما كنت بشتغل، هعمل فيها 2 حشو، هعمل 2 غرزة نص عمود، هعمل 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4، هعمل غرزة عمود ب2 لفة، بعد كده هرتفع السلسلة ان انا هعمل غرزة بيكو، 1 2، واروح عند حرف اليو لغرزة البيكو كونتها فتلتين، هعمل فيهم غرزة منزلقة، وبعد كده هكرر تاني، هعمل 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4، بعد كده هعمل 2 نص عمود، 1 2، بعد كده هعمل 2 حشو، تكون معانا بالشكل ده كده تحت البتلة. يبقى هنكرر تاني، هنعمل في كل بتلة من اللي احنا عملناهم اللي هم 8 سلسلة، هعمل 2 غرزة حشو، 1 2، هعمل 2 غرزة نص عمود كده أول واحدة، كده التانية، هعمل 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4، هعمل 1 غرزة عمود ب2 لفة، هرتفع 2 سلسلة، هعمل غرزة بيكو، بعد كده هعمل 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4، بعد كده هعمل غرزتين نص عمود، 1 2،
بعد كده هعمل غرزتين حشو، واحد واثنين، وهكرر بنفس الطريقة فوق كل بتلة بالتمانية سلسلة. من ورا هعمل فيها 2 نص عمود، 2 حشو، 2 نص عمود، 4 غرزة عمود بلفة، واحدة غرزة عمود ب2 لفة، وبعد كده غرزة بيكو، وبعد كده هعمل 4 غرزة عمود بلفة، وبعد كده 2 نص عمود، وبعد كده 2 حشو. هكمل البتلات وهرجع لكم تاني. كده نكون خلصنا الوردة، وردة بسيطة وطريقتها سهلة وشكلها جميل. ممكن نستخدمها وحدات ونشبكهم في بعض ونعمل بيهم مفرش، ممكن نستخدمها للتزيين. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.